يا سلام بيبي باقي كيلعب بهاد اللعاب. اشنو هادشي؟ نيني يا ماما جبناه بالكروسه ديالو باش يتقدى في السوبر ماركت. يلا اوكي. السلام عليكم زازلوس. مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد واليوم تحدي جديد. عرفتي شنو التحدي ابتسام؟ شنو هو؟ يونس غيعيش يوم كامل هو بيبي. غياكل الماكله ديال الدراري الصغار. ايوا غيلبس بحالهم. ويلي ويلي وحتيما نديوه المرجان بالكروسه ديال ياني. خلي معايا هذاك الدوك داش وغيلبس لي كوش مستعد يونس. اوكي بعدا واحد القضيه بغينا نقول لكم شكرا للناس اللي حطوا تعليقات في الفيديو اللي داز. واخيرا قررنا نسميو ولدنا يانيس حيت راه كلشي كتبها في التعليقات. كلشي بغى يانيس واكثر من 10000 كومونتير فقط في 24 ساعه. صافي اقتنعتوا بيانيس سميناه يانيس. صافي يانيس اخوتي هو البيبي ديال الله تزاد كما كتعرفوا راه ابتسام يلا ولدات. كان هنا بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا لهذا الفيديو. يلا بدينا اليوم كامل. يلا ماما دري الصغار. لا ماشي هكاك. هذا كيخلع هذا. خوتي غير قبل ما نبداو هذا التحدي اللي هربان ديال بصح بغيتكم كامل ديروا هذه الحركه باش تشجعوا عائله العزاوي. هذا الفيديو ديالنا اللي كتفرجوا فيه اول حاجه ديروا لايك اخوتي، من بعد غتوركوا على سبسكرايب وغتوركوا على هذا الجرس وغتفعلوا هذا الجرس هذا الكبير باش اي فيديو حطينا يوصلكم نتوما الاولين. هذه سميتها الحركه الاسطوريه. يلا ديروها كاملين اخوتي. دابا وقت الازياء واهم حاجه في الازياء باش يولي بيبي سكاته. سكاته هاك دير سكاته شوف حالاش غتجي معاك. سير 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 شوف فيا شوف فيا. اوه ماما غا ديالي ماما ديري لي ديك كوتي 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 كوتي. ثاني حاجه في الازياء هي هاد العيبه هادي سميتها الرياقه باش ما يوسخش حالته حيت غنعطيوه البيبغون. شوف كي جات معاه ويلي ويلي شوف واش غتسد. دور 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 شوش غتسد. لا لا ما حال واش غتسد ابتسام. يلا زيد 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 نشوف. واحد جوج بارك غير وحده بارك عليك ما يمكنش تسد. بلاش بلاش مزيان. وغنزيدك واحد الحاجه يونس هذيك ما قنعتنيش غنزيدك هادي حيت عارفينو كيروان. يلا حيد حيد يديك من السكاته. خلي السكاته خلي السكاته بلاصتها. دير السكاته مالكشي الرير. غنشوف واش تجي معاه. ويلي ويلي عاوتاني يونس غيولي بيبي. علاش كضحك؟ ودخلي له هذيك بين يديه هكاك باش ما تخرجش. برافو يونس. زيد الاخرى عاوتاني حتى هي جات قدو. عرفتوا ديال من هادو اخوتي ديال جاد ديال جاد سمح لنا جاد وهو قدو هذا على هذا الحزام. بالصحة والراحة يونس. مالك تبكي خاصة شي حاجة ما عرفنا شنو هي. شنو؟ طيح السكاتة. طحت ليه السكاتة داكشي علاش كيبكي؟ كيبكي؟ خشي له في وجهه خشي له في وجهه. بلاتي 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 الازياء باقي ما كملوش. كما كتشوفوا هاد الكاسكيطه مكتوب فيها بيبي. اذا غنديروها ليونس. واش ديالو اصلا؟ اصلا ديالو. واو علاش جات معاه. يلا حيد يدك نشوف. حيد يدك. واو كيوت بيبي بيبي محطوط. ودابا الاصدقاء وقت اللعب كما كتشوفوا يونس جاب اخوتي لعبه ديال يانيس بيلعب بها. وراه انت بيبي ما غاديش تقدر تفتحو. اكبر بيبي في العالم اخوتي يقدر انه يفتح هاد اللعبه هادي. يلا جبد جبد دوك الحيوانات لعب فيهم. شوف لعب بحال دري صغير صافي باش تكون قد التحدي. ورينا البيبي بحالاش كيلعب باللعاب. او سمعوا سمعوا سمعوا. زايا خوتي زايا خوتي. شوف بحالاش كيلعب بهم. واحد الحاجه كيديرها اي بيبي يونس عرفتي شنو هي؟ اللي هي كيعضهم. يلا ورينا واش تعرف تعضهم بحال البيبي. يلا زيد زيد حيد السكته. باغي تعضهم وانت داير السكته. عض عض مزيان وانت تاكلهم ماشي كتعضهم. خسر الراس ديال هذاك المسكين كاملو. نايس يونس. كي جاوك هاد اللعبه بيبي؟ لا شنو هي زوينين؟ دابا راه باغي يقلد البيبي اخوتي. نايس يا سلام بيبي باقي كيلعب بهاد اللعاب اخوتي. مالك؟ مالك حتيهم؟ ما زلعتيهم؟ ما يزبونيش. بغيتي لعبه اخرى؟
يلا نديك اللعبه اخرى يلا يلا. المهم الاصدقاء هو هشام وجد يونس اللعبه في نظرك غادي يقدو ولا ما تجيش قدو؟ والدره غادي صغيره عليه اي خصو يلعب فيها حواجه. يلا جرب جرب اللعبه اللي وجد لك هشام نشوف واش تعرف ليها. او نايس هكا كيديروا. برافو بيبي بيبي واخا تخسرها واخا تخسر اللعبه ديال يونس دير لي سكت فراسكم. هادي راه تيضربوها برجليهم وكتجي هادي على قد يديهم. وشوف فين جاتو. نوريك واحد الحاجه نوريك واحد الحاجه باش تجي عندك. هاي هاي هز معايا هشام. هاك 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 صافي صافي سكتك. كي جاتك اللعبه زوينه؟ عرفتي شناهي؟ هي عجباتك؟ هي زوينه. واش واعره بزاف؟ خوتي البيبي يونس كان كيلعب حتى شدو النعاس كما كتشوفوا. صافي عيا من اللعب. ودابا فين غنديروا ينعس ابتسام؟ في الحفل الكونه ديالو. نديرو في بلاصتو. أه؟ بلاصت يانيس بلاصت البيبي هشام. هذه المهمه ديالك خاصك تهزو ما شغليش. اثقل بيبي في العالم. يلا هزو كيضحك نعس وكيضحك ما عمرش شي بيبي كيضحك. يلا يلا نديرو بلاصتو. يلا يا سلام ها هو جبناه بلاصتو كما كتشوفوا. هذه هي البلاصه ديالو اخوتي. ما عرف واش غتجي قدو ولا ما غاتجيش قدو حيت هي صغيره شويه. غيفيق اه خصنا ما نغوتوش. الا غوتنا غيفيق. يلا زيد زيد بحال اش بتحطو. ويلي كول واش تحمق وحط ليه راسو تما بعدا هاك صافي وما جاتش قدو. خاصو يجمع رجليه. رجمع رجليك اولدي بارك عليك. صافي هاكا كنعس. يلا تقاد 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 واتقاد هاد البيبي هاد واتا واتا نعس واتا وتنعس وتنعس غنغطيو. ها هي المانطا خوتي. غنغطيو البيبي مسك. غطينا حنا صايب المخده ابتسام. ها هو مشى صافي ما بقاش كيدير. ماشي غطيتي. زيدو هذيك زيدو هذيك زيدو ديك البلازما. غطيه بديك البلازما. هز هز البلازما صاحبي غطيه بها. هاك زيد بلاتي بلاتي. ها هي هي كاش ها هي كاش. والله الا بغي يغطيه بالتلفاز. اجي شوفي واش ولدنا باقي عايش. حيد صاحبي الكوش. بيبي يونس بيبي يونس. هذا ما يوقع ليه والو. ابتسام دابا وقتاش؟ وقت البيبغون. خصنا نصيبو الرضاعه. خصنا نصيبو الرضاعه ليونس اخوتي قبل ما ينوض. هاكا اول حاجه كنحتاجو هي هذه اللي شنو تنشعلوها وكتسخن الماء. كتسخن الرضاعه. كتسخن الرضاعه زعما كنتي كتسخن. ثاني حاجه غنحتاجو هي الحليب. وهذا الحليب اللي غنعطيو ليونس هو ديال يانيس ديال من صفر حتى ست شهور ديال الدراري الصغيورين. الرضاعه ثاني ديال يانيس. يلا شحال شحال معلقه ديري ليه؟ المهم اول حاجه غنديرو الماء. انا طبيعي الحال ما كنديرش هذا الماء غير ما بقاش. اي غير حيت ما بقاش الماء. ما بقاش ليا. ما نضيعوش الماء على يونس. ها هو يا هذا هو العبار. درتي نص وحده؟ لا نص نص. ها هو فعلا نص رضاعه. واش في راسك كاع داك الشيء درتي خصو يشربو يونس؟ التحدي خصو يشرب الرضاعه ما شغلناش. واش فهمتي؟ باش يكون ربح التحدي. ودابا نديرو ليه حليبه. يا سلام المعلقه الاولى زيد المعلقه الثانيه ثلاثه المعالق. تبارك الله هكا كيشرب يانيس. هكا ثلاثه المعالقات. ثلاثه المعالق. ثلاثه المعالق اخوتي. المهم شوف راه الا بغيتو نصورو لكم الروتين المسائي ديال عائله العزاوي مع يانيس لاول مره قولوا لنا في كومونتيرات. روتين مشوق. صافي ديروا لايكات وقولوا وي صور لنا الروتين المسائي ديالكم وغنوريكم كيفاش كندوزوا الليله مع يونس ويانيس وعائله العزاوي. صافي دابا كتوركي عليها واحد شويه ملي غتسخن غادي دير تيت تيت. صافي صافي دابا درنا غير خمسه ديال الدقائق. زاهيه نمشي نشوف يونس واش فاق وديك الساعه نرجعوا للرضاعه. اشنو هذا الشيء؟ واكبر بيبي في العالم كيلعب اخوتي. ماشي كيلعب كيتفرج في هاد التلفازه في هذه ديال القطار وهنايا كيتفرج بيبي شارك وهز مع هادو. يا سلام واش تسطيتي ولا حماقيتي؟ وبيبي لاباس بخير فيك الجوع وطاحوا اللعاب اللي كانوا فوق راسك. احمق بيبي في العالم اخوتي كيتفرج جوج التلفازات وهز اللعاب. وجدنا لك الماكله وداكشي اللي وجدنا لك خصك تشربو. فيك الجوع. بكي 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 ديال البيبي فيه الجوع. نيني يا ماما حتى يطيبش انا ولا ما طابعش انا يطيبش. ما بغاش ينعس اخوتي. والدري الصغير الا ما بغاش ينعس يعني غالبا فيه الجوع ولا خاصو تصرفيه. فهمتي حنا غادي نرضعوه دابا بحال هكا كنهزو يانيس كنرضعو. مالك كضحك اصاحبي مالك فين يرضع؟ بلاصه ما نديرو ليه هادي غنعطيوه يشرب ديريكت هكا. حيت هذا اكبر بيبي في العالم اخوتي. يلا هاك شرب بحال الكاس غنشوف واش غيعجبو البيبي غيعجبو الحليب ولا لا. يلا شرب يلا سير سير سير. صافي ما بغاش يشرب اخوتي. ما عجبكش ما عجبوش كيدير هكا وبكينا. ما عجبكش بكي.
هاك زيد شويه زيد شويه. شوف الا ما عجبوش الحليب خصني ندي للسوبر ماركت ياخذ اللي بغى. دابا غيقول لك ما عجبنيش. يلا دابا نخرجوا اخوتي نشوفوا واش غتجي قدو الكروسه ونشوفوا واش غتجي قدو بلاصتو في الطانوبيل اكبر بيبي في العالم. يلا تا 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 اش كدير هنا؟ تخيلوا معايا اخوتي جبناه بالكروسه ديالو باش يتقدى في السوبر ماركت. يلا اجي اجي نقول لك واحد الحاجه بما انك باقي صغير وانت بيبي الحاجه اللي وصلتي ليها وانت جالس في الكروسه شريها لك صافي غير شريها لك عجبك الحال. يلا اجي دفعوا هشام نشوفوا الحوايج اللي غيقدر يوصل ليهم وهو جالس في بلاصتو وما يتحركش. بطبيعه الحال الا بغيتي هذه راه ما غنشريوها لك حيت بعيده عليك ما تقدرش توصل ليها. زيد زيد ولكن وصل المارشميلو دايره شي 30 درهم مشيت فيها شوفي كي حط داك الشيء حداه. يلا زيد دفعوا دفعوا ثاني نشوف لاش غيوصل. زيد ثقيل ياك ثقيل بزاف ياك ما مشدود الفران. لا هذا الشيء بلا فران وما قدرتيش تدفعوا. يلا شنو بان لك عاوتاني يونس بيبي ما تقولش لي الشكلاط ودفعوا بالزربه وما هيش الشكلاط. شوف شنو هز اخوتي هز ميلكا نشوف شنو ميلكا هزيتي نشوف اوك واش كاين شي بيبي كياكل اوريو كك غاشاش انت خطير يلا زيد دفعوا ثاني شويه يا ربي ما يهزك شي اللي في بالي يا ربي ما يشوفها يا ربي ما يشوفها ناري 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 صافي اوف لاباس ما شافهاش عرفتي شنو ما شفتيش ودستيها ما نعقلش عليك رجعوا اللور نوريه رجعوا زقلتي كندير بغيتيها بغيتي بيضه هذيك. يلا ان شاء الله توصل ليها ماشي مشكل. يلا زيد زيد وراه وصل الكرطونه كامله هو ماشي غير البيضه. شو اخوتي فيك يحط هذا الشيء جيب ليه الشبكه ديالو اصاحبي جيب ليه الشبكه واخا واخا سير جيب ليه الشبكه صغيره سير جيب ليه باش يحط فيها المارشميلو. نعم نعم شنو قلتي؟ يا سلام المهم هيا الشبكه ديالو اخوتي فيها داك الشيء كامل اللي خدا صافي بغيتي تنعس نمشيو للدار نمشيو للدار عاودها نيا. يلا زيد زيد دفعوا دفعوا بقات لي حاجه اخرى اللي هي المصاصه نشوف شنو وحده غيطيح فيها عاوتاني. يلا زيد باكيك واش هذه مصاصه ولا حلوه؟ فيها مصاصات لداخل بزاف ولكن البيبي راه ما خصوش ياكل هذا الشيء خصو يشرب غير الحليب. انت بيبي غشاش اصاحبي. نردها 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 نديها كيعرف يقول غلا هي ما تعرفش يقولها. خوتي للاسف وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله الفيديوهات القادمه غنوليو نديروها طويله وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد يعني ديروا الحركه الاسطوريه خوتي. وهاد الفيديوهات اللي طلعوا لكم هنا فوق وجهي يعني فوق الشاشه حتى هما ديال عائله عزاوي ضغطوا عليهم استمتعوا بهم. يلا باي باي غدا فيديو جديد مع 8:30.